بقى 11. طب احسن، زماني الشمس بتلهلبه. اخ، فردة الحلق وقعت مني. وقعت منك؟ وبعدين يا دادا، والنبي تدوري لي عليه. هدورلك عليها فين دلوقتي؟ اسمعي، انت دوري من ناحية دي وانا هدور من ناحية دي. يلا عوام يا دادا، الساعة قربت تبقى 11، يعني الجنينة قربت تتملي بالناس. طيب طيب، يلا يا دادا والنبي. صباح الخير. الساعة 11 بالظبط. جبت الكرافتة؟ بعدين بعدين. اوعى تكون راحت منك. أرجوك خليك بعيد عني. كريزي، مالك؟ لو قربت عنده العسكري. يعني هنفضل واقفين ساكتين كده؟ اتفرج على النسانيس أحسن. يا سلام، حتى النسانيس بتعرف الحب. تعرفي، انا حاسس اني اتولدت من جديد النهارده. وهتعمل حفله زي اللي عملتها اول امبارح بمناسبه عيد ميلادك؟ انت لسه زعلانه مني. وهزعل منك ليه؟ كريزا، اللي بيني وبين ابتسام هو اللي خلاني اعرف قيمه الحب الطاهر الشريف. ارجوك تسامحيني. انا مسامحك من قبل كده. وايه اللي يثبت انك سامحتيني؟ اني ارد لك هديتي لك. دي اغلى عندي من كنوز الدنيا كلها. انا مضطره اسيبك دلوقتي، زمان دادا بتدور علي. اوام كده، انا خايف بعد ما تسيبيني يتهيألي ان مقابلتنا كانت حلم. ارجوكي ما تحرمنيش اني اشوفك تاني علشان اتاكد ان انا عايش في الحقيقه. بكره بكره في جنينه الاسماك علشان تشوفيني وانا لابس الكرافته الساعه 11. السلام. مع السلامة. لقيتي فردة الحلق يا دادا؟ أبدا يا بنتي، زي ما تكون الأرض بلعتها. معلش بقى، من قسمة اللي يلاقيها. خسارة يا أمال، دي فردة ألماس حر، سوي لها 200 300 جنيه. مفيش فايدة، يلا بينا بقى يا دادا أحسن نتأخر. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الفردة في ودنك أهي. أيوة، لقيتها مشبوكة في الفستان. طب يلا بقى قبل ما الفردة التانية تطب. إن خليتك تخرجي مرة تانية، ابقي طفي على وشي. يلا بينا.